السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة والأخوات الأعزاء، أهلا بكم ومرحبا مرة ثانية في فيديوهات ذكريات مرشد سياحي مصري. وقبل ما أقول لكم القصة الظريفة دي اللي هتموت تموتكم من الضحك، ربنا يحفظكم، يعني عايز أقول لكم نبذة عن شخصيتي. أنا يعني تقريبا كان عندي توحد، فكنت منعزل عن الناس، ودوبك من الكلية، من المدرسة للبيت، ومن البيت للجامعة، ومن الجامعة للبيت. ولما كبرت شوية كنت دايما نزيل المكتبة اللي هي في المكتبة القومية اللي في باب الخلق. ولما خلصت الثانوي، طبعا كانت نهاية الدراسة لأن كان دبلوم تجارة، وكنت فوجئت إن امتحان الرياضة كان صعب قوي، فعرفت إن أنا هسقط، فما كنتش عايز أجيب أوراقي من المدرسة، لأن كان تخطيطي إن أنا أجيب مجموع عالي وبعدين أعمل امتحان معادلة وأخش كلية التجارة. كان درس جامد قوي بعلمه للناس، ان انت ما تسمعش كلام الناس، شوف بنفسك. ما تسمعش كلام الناس وشوف بنفسك ازاي. لقيت ان زملائي في المدرسة بيقولوا لي تعالى اسحب ورقك احسن بعدين هيرموه، باعتبار ان انت ما جيتش تاخد ورقك فمالوش لازمة عندهم، فتعالى خده. فلما رحت المدرسة فوجئت بأصحابي دول وزملائي بيحضنوني وهنوني. ايه يا اخوانا في ايه؟ انا افتكرتهم بيهزروا. قالوا لي ان انا طلعت التالت على المدرسة، تالت على المدرسة. فخدت الورق وبقيت بدأت احسب الناس كلها، وحتى المدرسين كانوا بيقولوا لازم تاخد 75% بس تشيل الآلة الكاتبة من المجموع. هنا بقى ايه التركة الرهيبة، كانت هتقضي على مستقبلي. فدخلت سألت مدرس، قال لي اه لازم 75% تشيل الآلة الكاتبة. كنا بناخد آلة كاتبة في المدرسة، كل في دبلوم كده. فطبعا يعني اتنكت، ولكن قلت طب انا اروح انا ابحث بنفسي واروح اشم كلية التجارة جامعة القاهرة كده، ويعني املس على حيطانها. كان لاني كان املي ان انا أروح الكلية دي. فرحت جامعة القاهرة، وبعدين اتفرجت عليه كده، دخلت الهول بتاعها، بعد قلت طب أروح أسأل شؤون الطلبة. فكانت المفاجأة كبيرة قوي إن أنت مجموعك يدخلك المعادلة، والمجموع وبالآلة كاتبة كمان. فشوف فكرة إن أنا أو أنت حضرتك تروح تسأل وتشوف وتدور على المعلومات. فالحمد لله دخلت الامتحانات المعادلة ونجحت ودخلت كلية التجارة. هنا بقى بدأت المشكلة، إن أنا كنت إيه عندي توحد، يعني مكنتش أحب الاختلاط ولا الكلام مع حد، لا ستات ولا رجالة ولا أي حد. تقريبا ما كانش ليا أصدقاء إلا صديق واحد بس في المدرسة، اللي كنا بنصلي مع بعضنا. فلما دخلت الكلية فوجئت إن في بنات وستات ورجالة، وإن لازم أتعامل مع الناس دول وأتأقلم معهم. فكانت هي يعني الصدمة الكبيرة أوي اللي خلتني لازم أتأقلم، يعني خاصة إن اسمي غير شائع، وكل ما حد يعرف اسمي مثلا يضحك عليا مثلا يتريق. كانت أول صدمة ليا السكشن من السكاشن، يعني كانت المعيدة بتنده على أسماء الطلبة، فجت عند اسمي أنا ورفضت تناديني باسمي، وقالت لي أنا هناديك باسم تاني، اسم أبوك. خلاص ناديني اسم أبوك مفيش مشكلة. فده بديك فكرة بس بسيطة عن شخصيتي يعني. فطبعا عشان الشخصية دي تبقى مرشد سياحي صعب قوي يعني، وعشان يتكلم لغة تانية ولغة تالتة ولغة رابعة ولغة خامسة، حاجة صعبة جدا يعني.
القصة بقى اللي أنا موضوع الفيديو ده، أنا آسف طولت عليكم، يعني إن أنا أول جروب خدته هولندي، وأنا لسه يعني كتكوت بقى في اللغة الهولندية وكده، واخد جروب بالقطر من القاهرة مش عارف لأسوان أو الأقصر حاجة زي كده. فأنا ما كنتش درست طبيعة الهولنديين، يعني نعرف إن هم ناس كده يعني مين يعني مسكين ويحبوش يصرفوا، كلام اللي احنا سمعنا عنه ناس خبثة وناس. خدت الجروب ونزلنا محطة القطر سواء في الأقصر أو أسوان طبعا مش فاكر، ورحنا نزلنا في الفندق وقلت لهم إن احنا نجتمع في المدخل بتاع الفندق علشان نعمل بريفينج لإيه اللي هنعمله تاني يوم، يعني كان بالليل احنا وصلنا بالليل. وخدت بعضي وسبتهم على أساس إن احنا هننزل بعد كده من أوضنا ونقعد مع بعض الساعة كذا. فنزلت يا أخوانا في الساعة اللي هي إيه اتفقت معاهم عليها، فوجئت إن مفيش إلا نفرين ثلاثة بس، كانوا من حوالي 30 واحد على ما أتذكر، كان مجموعة كبيرة يعني. وأنا كما كانش معايا لا مندوب شركة ولا في مكتب في البلد أسوان أو الأقصر عشان يساعدني في الموضوع ده، وحتى الناس ما تعرفش هولندي والناس اللي معايا ما يعرفوش الهولندي. فأسقط في يدي إن أنا مش فين الناس يا أخوانا. فأنا بكلم من 2 3 اللي لقيناهم كده، فقالوا لي مجوش، دول خرجوا. خرجوا إزاي؟ طب أنا لازم أقول لهم هنعمل ايه وميعادنا بكره، هنصحى الساعه كام ونخرج الساعه كام وايه برنامجنا. طب انا هقول لهم ازاي كده وهقعد هنا استناهم واحد واحد اقول له البرنامج شكلكم كده انتوا يعني انتوا اتنرفزت يعني واتضايقت. ففضلت قاعد مستنيهم لحد ما جم ورصصتهم في الريسبشن، قلت لهم كلمتين، انا قلت لكم ان احنا هنجتمع هنا الساعه كذا، وقلت لكم هل تحبوا تطلعوا الغرف الاول ولا تطلعوا الغرف وترتاحوا وبعدين ننزل نقعد مع بعض. فنزلت في المعاء فبصتولي، فانا طبعا لما بصيتولي قلت لهم خلاص اطلعوا ارتاحوا وننزل الساعه كذا نقعد في الفندق علشان نتكلم. فما حدش منكم جه، هو في ايه؟ انا بكلمهم يعني ليه يعني؟ عموما شكلكم كده انتم مش عايزين مرشد، فانتوا حضراتكم بقى روحوا انتوا بقى نفذوا برنامجكم وانا طالع اعتبر ان انتم مالكوش مرشد. رحت واخد بعد طالع السلم، بصيت لقيت 3 4 طالعين ورايا، طب استنى طب نكلمك طب نعملك. فوقفت، طب ممكن بس نقعد معاك احنا 5 دقايق. التانيين كانوا قاعدين بقى في الريسبشن يفكروا طب ايه هو البرنامج وهنعمله ازاي وفين وكده. فنزلت مع 3 4 دول، فقعدنا على جنب كده، قالوا لي حضرتك عملت خطأ جسيم. قلت لهم ايه هو الخطأ؟ قالوا لي الخطأ ده يختص بطبيعة الانسان الهولندي، ان هو لا يخير. شو اسمها الحتة دي؟ قالوا لي لو انت معاك 20 واحد وخيرتهم هتطلع ب40 رأي، يعني معاك 20 وخيرتهم نعمل دي ولا دي هتطلع ب40 رأي. فالمفروض ان انت تبقى ايه ديسايسيف يعني حاسم، تقول احنا هنيجي هنا الساعة كذا، هنطلع الساعة كذا، هنعمل الساعة كذا، هناكل الساعة كذا. ودي كانت آخر مرة فعلا خير الزبائن بتوعي نعمل دي ولا دي، آخر مرة. وبالتالي
بقى شغلي كله زي الحلاوة، بكرة نصحى الساعة كذا، ننزل نعمل كذا، ناكل نشرب نعمل كذا، مفيش حاجة اسمها تخير وما تخيرش. الشيء المضحك بقى في الشغلانة دي إن في ناس كتير، ناس عواجيز ما بيسمعوش، لازم تكتب لهم يعني. في ناس كتير في آخر الرحلة بقول لهم انتوا يعني انبسطتوا من الرحلة دي، فاكتشفت إن هما ما بيسمعوش وما سمعوش أي حاجة أنا قابلتها. للأسف الشديد فتعلمت درس تاني، إني لما أستقبل زبايني أسألهم عن الصحة، في شكوى صحية بتشتكوا منها، أي حد تعبان من أي حاجة، عشان أعمل حسابي بالإسعافات، أخذ بالي من اللي مش قادر يقف أقعده في مكان، اللي مش قادر يمشي أركبه، واللي مفيش ركوبة يعني أختصر الكلام وأختصر القصص. لو قصص طويلة ممكن أقولها لهم في اللوكاندا وأنزل أفرجهم على الحاجات وأقول لهم كلمتين كده بسيطة عن كل حاجة. ودي كانت قصة الجروب السياحي اللي هرب من المرشد اللي أنا عامل العنوان بتاع الفيديو ده عليه. وطبعا في ذكريات كتيرة جدا هتعجبكم إن شاء الله، هسيب لكم اللينك بتاع الفيديوهات دي تحت الفيديو ده، وأتمنى إن يكون قصصي دي اللي أنا بحكيها مفيدة لحد، سواء مرشدين أو غير مرشدين. وتكرموني بعلامة الإعجاب، الضغط على علامة الإعجاب، ونشر الفيديو برضه للتسلية والتعليم، وتشرفوني بالاشتراك في القناة إذا كان حضراتكم أول مرة تزوروني، تشرفوني وتساعدوني بلقاء. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.